ما شايفه انا بملاحظ عم بكون جير عالي دائما، يعني يمكن جير رابع او جير ثالث. نحن ما ننسى هون حاطين فور لو اكيد حتى يقدر ما في ياخذ عزم، بس هلا هون طار بهيدا الفتره على المحل السريع. هلا شفت جير خامس، يعني حط هذا اللي عم بسمعه، يعني عم نحكي سرعه 95 100 تقريبا. .08 شو؟ جورج أنا شفت يعني مناظر من برا شيء خيالي. لا يعني أنا مش معود يمكن بالسيارات هيك 4x4 يكون في تماسك، حتى عم تروح عم شوفك عم تحط جير خامس تقريباً. إيه؟ تقريباً. يعني سرعة بتكون قد إيه؟ 90 95 عم نحكي تقريباً. طيب توقيتك هو 2:12.08. بس اللي شفناه هون على هيدا الكوع اليمين، آخر كوع يمين، ضربت انت بوحده من هول مسمينه احنا مثل الكون، بقى في عنا ثانيتين بنالتي، يعني توقيتك انت مجمل وكله صار 2:14.00. هيك انا شفتك وشفت انك انت هلا اللي عملته رقم كثير صعب لقلي انا، بس رح حاول اعمل مستحيل. تعمل تعمل بدي حاول. انا غلطت بامر دبريات نهائيا مع عبدو. شو جاهز؟ يلا نعمل علينا. يلا عنده بعد ضربة كانت غير شكل ضربة، يعني بتعقد. الوقت صار 1:47. يا ويلي حلو، شو الحلو هيدا؟ ليك وقت بدي اقول لك شغلي قبل الوقت قبل كل شيء، انا ما كنت متخيل انه هالقد رح اتمتع اني سوق على شط بحر جيب موديل اي سنه احنا قلنا 89، يعني عمره 31 32 سنه تقريبا، يعني عن جد بياخذ العقل، يعني المنظر ما بيوحي لك شو في بقلبه، يعني مبين تحضيرك بياخذ العقل. بدي اقول لك انا اول شيء ثانكس على هالتجربه هيدي كثير حلوه. هلا بدك تعطيني الوقت، وقتك كان انت 14 انت كان 2:14.00 صح. اوكي انا وقتك 14.03 0.3 0.3 عم تمزح مان.